غابة رغدان بالباحة الحاضنة لفعاليات أرض المغامرات التي تنظمها الهيئة السعودية للسياحة وسط الأشجار الكثيفة والمساحات الخضراء والأجواء المفعمة بالمتعة والتشويق. تحتوي الفعاليات على برج التحدي الذي يبلغ طوله 18 متراً ويعد أكبر برج للتحدي على مستوى المملكة. احنا حاليا في فعالية أرض المغامرات، واحدة من أضخم الفعاليات على مستوى منطقة الباحة بامتداد 34 ألف متر مربع، كذلك تحتوي على أنشطة وتنوع كبير في الفعاليات المقامة. فنتكلم عن برج التحدي وهو اللي خلفي تماما، واحد من أطول الأبراج المختصة في ألعاب الرياضات والتحدي على مستوى المملكة، فتعتبر بشكل أو بآخر لعبة جدا مثيرة وتعطي طابع للحماس للزائر. فالبرج بحد ذاته على ارتفاع 18 متر، كذلك في رياضة القفز والتسلق أيضا. تقام فعاليات أرض المغامرات على مساحة تقدر ب 15 ألف متر مربع، وكما تضم أكبر مساحة مفتوحة لمغامرات الرماية، بالإضافة إلى منطقة التسوق وممشى السحاب. نحن حاليا في منطقة البينت بول أو ما معروف عنها بالببجي، وهي أكبر لعب وساحة لعب مفتوح لألعاب الرماية على مستوى المملكة. فنتكلم اللعبة هنا ومساحات اللعب تمتد ل 15 ألف متر مربع، فتعطي طابع مختلف تماما للإثارة والتشويق، وأيضا تعتبر من الألعاب القتالية اللي تضيف رونق خاص لمنطقة الباحة وغابة رغدان كذلك. تسلق وقفز ورماية وألعاب ممتعة، جميعها في فعاليات أرض المغامرات التي تعد إحدى أضخم الفعاليات على مستوى منطقة الباحة. للإخبارية خالد ربيع، الباحة.